يا مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في ترند على شاشة الشروق الإخبارية، أين سنتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي هنا في الجزائر وطبعا في كل العالم. كريم بنزيما الآن في ولاية بجاية، أي أن أحد أيقونة كرة القدم في العالم يبيت لياليه في قرية أيجليل التي ولد فيها والده، وتزامن هذا مع نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا النهائي الذي فاز فيه النادي الملكي بكأسه 15، أي أن بنزيما تخلف عن حضور واحدة من أهم مباريات النادي الذي قضى فيها سنوات طوال، وشهد ذلك من شاشة جزائرية. وهنا سنشاهد فيديو للحظات استقبال بنزيما بالجزائر. كان هذا فيديو للحظة نزوله من طائرته الخاصة التي يبلغ سعرها 65 مليون أورو، أي ما يعادل قرابة 170 مليار سنتيم بسهر الساكوار. أما راتب بنزيما في الاتحاد السعودي فهو 55 مليون أورو. لمن لا يعلم فإن بنزيما أصله وأصل أمه تيرتية الأصل، انتقل إلى أهل هذه الأم إلى ولاية وهران وعاشوا فيها، هذه الولاية التي يحل فيها بنزيما، وفي برنامجه يخطط لحضور مباراة الجزائر وغينيا المبرمجة هذا الخميس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وسنشاهد الآن بنزيما وهو يرتدي البرنوس الجزائري. Elle est entourée de monuments, elle est extraordinaire à voir, qu'on va voir après. Et ces deux lions, tout le monde les dit que c'est les deux qui protègent la vie. Les deux gardiens de la ville. Voilà. Donc ça, c'est le symbole de la ville. Ça, c'est إلى التعليقات، نبدأها في التعليق الأول. برانيا كتبت: يبان باللي جزائري مالقري ما عاش هنا، ما تربى هنا، ما يهدر كيما احنا، بصح الجينات غالبين. سماح كتبت أن بنزيما من بجاية، زياني من بجاية، زيدان من بجاية، حتى مبابي خوالو مالي نمو من بجاية، كم أنت كبيرة يا بجاية، بقعة المواهب العالمية. أما أكسيل فكتب أن مجيئهم إلى الجزائر هو شرف لانتمائهم لهذا البلد، أما تطوعهم بأموالهم الخاصة كما زيدان وفيزا أم مبابي، بنزيما يفعل نفس الشيء على ما أظن، ولهم الحق في زيارة بلادهم كأي جزائري. وإلى الموضوع الثاني. هل سمعتم خبر الرضيع الذي وجد على قارعة الطريق في ولاية مسيلة؟ هذا هو الطفل الذي عثر عليه في حافة طريق الزرزور. ملامحه لا تدل على أنه ولد حديثا، بل يؤكد موقع شروق أونلاين أنه يبلغ من العمر 5 أشهر أو حوالي. تم العثور عليه بهيئة جيدة كما يظهر في هذه الصور، ورفقة هذه الحقيبة التي تحتوي حاجيته. عندما بدأ تداول الصور في السوشيال ميديا ظن الجميع أن والداه تخليا عنه، لكن الحقيقة غير هذا تماما، بل بعيدة كل البعد عما تتخيلون. لماذا سترمي أم طفلها بعد رعايته لمدة 5 أشهر؟ إن كانت ستفعل هذا ستفعله بعد ميلاده مباشرة، وهذه للأسف ظاهرة تحدث في كل بقاع العالم، ونتمنى ألا نراها هنا في مجتمعنا. بينما في هذه الحالة فنحن أمام جريمة خطف،
منشورات في صفحات ولاية المسيلة تؤكد أن طفل عاد لأحضان أمه، وأشيع أن سيارة الأم تعرضت للسرقة، ومنشورات كثيرة تتحدث عن المجهولين الذين سرقوا السيارة وقد عثروا على الطفل فيها، وعندما وجدوا أنفسهم في ورطة ألقوا بالطفل على حافة الطريق، فكانت السيارة أثمن عند السارقين من الطفل البريء. إلى غاية تأكيد ذلك نذهب إلى التعليقات، وفي التعليق الأول نقرأ لوجيه كتب أن كاين ناس يحوسوا على الذرية وكاين بعض يرموا فيهم في الشارع، الله المستعان. أما تسبيح كتبت ابن مخطوف مش مطيش، لا حول القوة إلا بالله العلي العظيم. جمانة كتبت لي طيشوا، والله ما عندك قلب، الناس محرومة من ذرية وانتم طيشوا، حسبي الله ونعم الوكيل. بتعليق جمانة وصلنا إلى نهاية هذا العدد، نتمنى أن تكون قصة عودة الطفل إلى أمه حقيقة، وسنتأكد من ذلك في أعدادنا القادمة وسنتابع هذه القضية. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، نشكركم على كرم المتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم.